غيلان بتسهر بسبب الأعاصير، نوع من أنواع الشيطان ظهر في ليبيا، وناس احتارت هو طيب ولا شرير. تعال اسمع واحكم انت، اعمل سبسكرايب وهفهمك الحكاية اللي ورا الجملة دي في صوت السرداب على رؤية مصر. وقت إعصار دانيال في ليبيا الدنيا اتقلبت، ومش بسبب دمار الإعصار ولا الضحايا والجثث، لأ، القلبة الحقيقية كانت بعد الإعصار، لما ظهر كائن غريب بيمشي في الصحراء وقت الفجرية، وصوته عبارة عن همهمة وصوت وش مرعب، واللي انتشر على أساسه فيديو كانت سجلته كاميرتين، مرة كاميرا موبايل لواحد وهو ماشي في الطريق بعربية بالليل، وظهر قدامه جسم غريب شبه الإنسان بس هو مش إنسان، وبيمشي على أيديه ورجليه. عدى الطريق قدامه فجأة، واللي كان سايق اتخض جدا وما بقاش فاهم ده، وفضل يكرر الأذان. وهقول لك ليه بالذات الأذان، بس لازم أقول لك الأول إنه لما حكى لأهله ومعرفوا على اللي حصل، اكتشف إن فيهم ناس برضو شافوا نفس الشيء ده، ومنهم كمان اللي حاول يقرب منه ويعرف هو إيه، بس سمع صوت وشوشة مرعب والشيء ده اختفى من قدامه فجأة، وكان كل واحد فيهم خايف يتكلم لا يتقال عليه مجنون. بعدها انتشر الفيديو ده على السوشيال ميديا، وملايين من الناس استغربت وافتكرته علامة من علامات يوم القيامة، بس ظهر وسطهم ناس تانية بيقولوا ان هم كمان شافوه في ليبيا، تحديدا منطقة ديرنا. والفيديو حبة حبة ابتدى يوصل لباقي العرب، ومحدش فاهم حاجة بس كله مرعوب. وقلت لك ان كان في كاميرتين سجلوا الشيء ده، ودي كانت الكاميرا الاولى. الكاميرا التانية بقى كانت كاميرا مراقبة، سجلت ان في شيء بيعدي من قدامها، وهو شيء غريب جدا بنفس المواصفات. والفيديو ده كمان انتشر، والحد هنا والرعب خد مساحة كبيرة جدا في قلوب الليبيين، وكمان ابتدى يتسرسب الرعب لباقي العرب لما شافوا الفيديوهات، وابتدوا يسألوا عن حاجة اجلتها معاك في القصة، وهي الاذان. ليه لما الشيء ده ظهر الراجل فضل يأذن؟ وكان الرد إن الغيلان واللي مفردها غول هي كائنات مذكورة في الإسلام، وإنها جنس من الشياطين، وإنها مذكورة في حديث شريف إن لو الغيلان ظهرت الناس تنادي بالأذان. ولما دوروا أكتر لقوا إنه موجود في أساطير العرب، واللي كانوا عارفينه أكتر مننا هم أجدادنا، بس كان بيتقال عليه إنه جن أو شيطان بيظهر على طرق السفر بس عشان يضلل الناس على الطريق. بس بعد اللي حصل ده طلع ناس قالوا لا، وانه بيظهر عموما في اي مكان مهجور، وناس قالوا لا هو ظهر بسبب كم الجثث والضحايا اللي كانت موجوده في كل خطوه ادم في ليبيا بسبب الاعصار، وانهم بيظهروا في الاماكن دي عشان ينشروا الرعب بين الناس اكتر. وناس تانية قالوا لا بالعكس، ده بيظهر في الوقت ده بالذات عشان يونس الضحايا والمرعوبين والمهمومين، بالذات الأطفال والحيوانات اللي بيكون لا حول ليهم ولا قوة. وناس رابعة خالص بقى قالوا إن مفيش كل ده، وإنه كائن بس من نسج خيال الناس، لأنهم كانوا طالعين من وقت صعب وأزمة تدمر نفسية أي حد، واللي ممكن تكون بتعمل اضطراب لحظي للناس بسبب الضغط اللي تعرضوا له، فبيتهيأ لهم الحاجات دي. طب وبالنسبة للفيديوهات، ناس قالوا إنها فيديوهات متفبركة عشان تستغل ضغطة الناس ورعبهم، وعلى أساسها تكسب أرباح من نشر الفيديوهات. ومن ساعتها وفضل الموضوع مبهم جدا، وكده كده هيفضل العالم فيه كائنات مبهمة حتى لو لسه مظهرتش. فالأكيد إنك حتى لو شفت حاجة غريبة فالأحسن لك إن فضولك ما ياخدكش ناحيتها تماما، عشان مش عارفين نهاية ده ممكن تكون إيه، ومش كل مرة تسلم الجرة.